الفرصة. هي القدس التي من أجلها بالأناشيد تصدح هذه الحناجر وتنظم الفعاليات. فرغم الحصار الإسرائيلي الذي يطبق على أنفاس الغزيين، إلا أن غرس حب المدينة المقدسة في نفوس النش كان وما زال هدف الفلسطينيين الأساس. هنا نظمت وزارة التربية والتعليم فعالية ثقافية ورياضية ردا على ماراثون القدس الدولي. إنها القدس والأقصى الذي يمثل أهمية خاصة ومكانة مرموقة في قلوب المؤمنين الصادقين. إنها فعالية كريمة جاءت في مرحلة خطيرة، خاصة إذا علمنا أن العالم للأسف الشديد الذي يتآمر على قضيتنا وعلى ثوابتنا وعلى قدسنا وأقصانا كان حريصاً على أن يعقد ماراثوناً رياضياً في مدينة القدس عند العدو الصهيوني. الفعالية لا تعنى بالقدس فحسب، الأسرى الذين يواجهون إجراءات مصلحة السجون الإسرائيلية ويخوض بعضهم معركة الأمعاء الخاوية لهم مكانتهم، فبأرواحهم وأعمارهم ستحرر فلسطين والقدس. الأسرى والقدس ثابتان فلسطينيان لا يفترقان. القدس والأسرى يرتبطان معا، فالأسرى ضحوا بحياتهم وبسني شبابهم من أجل القدس والأقصى، وبالتالي نؤكد أننا يا قدس قائدون يا أسرانا يا أبطال. المطالبات بالوقوف إلى جانب الأسرى في معركتهم التي يستعدون لها تتصاعد خلال هذه الفترة بالتزامن مع إجراءاتهم داخل السجون. الاعتصامات أمام مقر الصليب الأحمر لم تتوقف، وكذلك الفعاليات المساندة، فعاليات لا تبدو متوازنة مع حجم تضحيات الأسرى ومعاناتهم. نحن نهدف في أي نشاط وفعالية تذكير الجميع أن هناك أسرى لفلسطين من أجل حرية الشعب الفلسطيني ومن أجل تحرير أرض فلسطين وحرية القدس التي هي عاصمة فلسطين. الأسرى حقوق في داخل السجون الإسرائيلية تتراجع، والقدس استيطان في كل أرجاء المدينة يتصاعد. قضيتا الأسرى والقدس وجهان لمعاناة واحدة سببها الاحتلال. محمد الأسطل، تلفزيون القدس، غزة. الفرصة.